السلام عليكم خوتي خواتاتي. يا اخي هذا النظام حرمنا من الاستقلال، ياك الناس من خوتنا وبيانا ماتوا بالمئات الالاف باش يحرروا هذا الوطن ويخليوا اولاد الجزائر يعيشوا كرامة احرار في بلادهم. يا اخي وصلونا عاد ولادنا يتلاحوا في البحر، ينتحروا في البحر باش يهربوا من البلاد. يا اخي قتلونا، عذبونا، قمعونا، دخلونا السجون، طلقوا علينا حيوانات مفترسه، قتلوا لنا خاوتنا، تعدوا على العرض تاع الناس. يا اخي ما هو سر هذا الشيء؟ هذا يا اخي البلاد هذه عراوها البقره تاع اليتامى اللي باش ياكلوا منها، يشربوا منها الاولاد الحليب ويعيشوا ويكبروا. يا اخي ذبحوها وشواوها وكلوها. يا اخي وصلونا البلاد هذه اللي عاد ما عندهاش مستقبل، رجعوها بازار، رجعوها بازار، يعني يستعملوا مئات الملايير الدولار باش يجيبوا لنا الحوايج اللي يستوردوها هما باش يستفادوا هما، وباش يعني الجزائر هذه يديوها لافاييت لدرجه وين عايشين 98% من الموارد الماليه نتاعنا من النفط. يا اخي الجامعات نتاعنا عادوا ما يكونوش العبقريه، عاد يكونوا لي شومور. يا اخي البلاد هذه جردوها، ما خلاو فيها والو، عراوها. ولليوم راهم موصلين لنا الحاله اللي قادرين ندخلوا في حرب اهليه على جالهم، خاطر راكش يحكموا ولادنا وخاوتنا اللي راهم في قوات الامن قاعدين يشريو فيهم، يحسبوا في رواحهم يشريو فيهم بأجور يعني اللي تفوت تاع الناس اللي قراو في الجامعه. علاه؟ باش يديروهم سد ما بيننا وبينهم. اما لا احنا واش نديرو؟ ما ندخلوش في لا لوجيك تاعهم تاع العنف، في الفخ اللي يحبوا يديروه لنا تاع العنف باش يزيدوا يطلقوا علينا خاوتنا وولادنا. هذا العام، هذا الخطره نعطيوهم درس اللي يبقى في التاريخ. واش هذا الدرس؟ البويكوت. موش ما نفوتيوش كيما موالفين، ما نفوتيوش باسكو كرهنا منهم وعلى بالنا ما يديروا لنا والو، ونخليهم هما راهو يعمروا هذوك الصنادق ويقولوا الشعب الابي وفوتا وكذا ويجي يخطبوا علينا. لا، بويكوت لازم نديروا واحد البويكوت، وهذا يقول الخوه لي لازم يكون ان ريكور مونديال. لازم يعني كيف نخرجوهم احنا من حياتنا بربي ان شاء الله. العالم كامل يسمع باللي جامي صارت في التاريخ وجامي صارت في العالم، باللي نظام ما الشعب نتاعو حاوزو طيشو رماه بهذه الصفه هذه. لازم نديروا لهم بويكوت اللي يفوت 90%، اللي عمرها ما صارت في العالم وعمرها ما صارت في التاريخ. ونكونوا حارسين باش ما يفروديوش، ما يبوريوش لي زيرن، نوريو لهم، نخرجوا في الشارع كل واحد يقعد في حومته باش يشوفونا التلفزيون اترونجار ولا لي جورناليست اترونجي اللي يجيو باش يغطيو هذا الحدث، يشوفونا باللي كل ما رحناش للبيرو فوت، واللي يحب يروح ما نمنعوهش، حنا سلميه الله يتفضل، مادام يروح ضد الشعب نتاعو، ولا مادام الله غالب عليه ما يعرفش صلاحه لهذه الدرجه هذه وما فهمش باللي هذه القضيه مصيريه، وهذه القضيه اللي راح تخلينا نرميو علينا هذا البارازيت، هذا الفامبير اللي قاعد يشرب لنا في دمنا، دبر راسه يروح يفوت على روحه مع ضميره على كل حال. ولكن احنا الشعب الجزائري بربي ان شاء الله يد في اليد خوتي، نعطيوهم الدرس في المدنيه، ونعطيوهم الدرس في السياسه، ونعطيوهم الدرس في الصمود، نوريو لهم باللي احنا هذه الخطره ما نطيحوش الفخ تاعهم، وما خليوهمش يستعملونا باش يرميونا احنا ضد احنا. لا، ما نروحوش نفوتيو، ولكن خوتي لو كان نجمو نتوصلوا ونوصلوا لهذا الرقم هذا، يعني اكثر من 90% تاع البويكوت، مشيو الهضره خوتي، بويكوت جنرالي ماسيف، وبهذا بهذا بهذا الرقم هذا وبهذا الامتناع عن الانتخابات بربي ان شاء الله راح نبهدلوهم. حتى الملاير اللي داوهم الشعب هذا نحاهم له من اللحم نتاعو، من الدم نتاعو، من المستقبل نتاع ولادو،
حتى من الدراهمات نتاعهم ما يغطيوش العيب نتاعهم. وين يروحوا؟ ام عندهم دروك كل دي ريزيدونس في ايطازوني، لوكسمبورغ، موناكو، بالاخص في ايطازوني عندهم، وعندهم دي سوسيتي، وعندهم دراهم، عندهم حتى دي غروس سوسيتي. ولكن لما نعطيهم الدرس هذا يبقى في التاريخ عمره ما يتمحى، يولي بالك يدرس في المدارس كيفاه شعب لازم يصمد ضد الغول، ضد البورورو، هذا ضد الوحش هذا اللي ياكله في لحمه. وبارك الله فيكم خاوتي، ومشيوا الهضره، لازم نعطيهم درس، لازم اون دوا رياليزي ان ريكور مونديال اون ماتيير دو بويكوت، دو بويكوت اكتيف، مش ان ابستونسيون باسيف هكاك تاع ناس مديقوتي يعني يقول لك نفوتي انا ما نفوتيش، ما عندي خاطرش هما في النظام ما نفوتيوش، يدير بوراش تاع الجور ويرجع نفوتي انا كي اللي ما صرا والو. لا الخطره بويكوت اكتيف، بويكوت ميليتان، بويكوت سيتويان. بارك الله فيكم خاوتي، وبقاو على خير. الشعب ينتصر ان شاء الله في الاخير، الشعب ينتصر. السلام عليكم.